أسف لون، السلام عليكم. منذ 15 أكتوبر الرئيس عبد المجيد تبون نظهر في حتى نشاط رسمي. يوم 18 أكتوبر كان عنده باش يترأس مجلس الوزراء، وما ترأس هذا المجلس هذا أعلنوا بأنه لأسباب تقنية، لأنه يعملوه بالفيديو كونفيرونس، لأسباب تقنية تم إلغاء هذا المجلس، وما زادش من ذاك النهار المجلس انعقد. في 24 أكتوبر، يعني تقريبا أسبوع من بعد، في بيان من رئاسة الجمهورية يقولوا باللي عدة إطارات من الرئاسة أصيبوا بفيروس كوفيد، وبالتالي الأطباء نصحوا عبد المجيد تبون باش يدخل في حجر صحي وقائي، يقعد في بيته، يعني ما يمشيش لمقر الرئاسة، يقولوا بلي راح يكمل يمارس مهامه من بيته. هذا في 24 أكتوبر. 3 أيام من بعد يخبرونا دائما ببيان من رئاسة الجمهورية أنه رئيس الجمهورية داوه المستشفى عين ناجة، يعني نهار 27 أكتوبر. إذا اللي كان في حجر صحي وقائي ولا مدينه المستشفى، يعني حنا راهي خطيرة، ما هي سهلة. خلينا من ممارسة الكذب اللي تمارسها رئاسة الجمهورية وتمارسها الدولة الجزائرية، لما يقول لك بنصيحة من أطبائه. الأطباء ما ينصحش الطبيب، الطبيب يقول لك الداوي ديريكت. الطبيب لما يديك المستشفى سي باش يعالجك. نهار 28 أكتوبر، يعني يوم واحد بعد ما داوى النعجة، بلغوا باللي رام الداوى لألمانيا. من يوم 28 أكتوبر راح لألمانيا، ما نتكلمش على الأكاذيب تاعهم، عندو مشى باش يعمل تحاليل طبية وباش يعمل لا، المهم راجل دائما غائب وفي مرحلة علاج. بعد خبروا بلي راهو يتبع في بروتوكول تاع علاج، وأنهى البروتوكول تاع العلاج. ولكن احنا الشيء اللي يهمنا كمواطنين كمحللين سياسيين هو أنه منذ يوم 15 أكتوبر عبد المجيد تبون ما مارس ولا مهمة رسمية، ما مارس مهامه كرئيس جمهورية. من 15 أكتوبر إلى يومنا هذا رانا فات 5 أسابيع. نهار 30 نوفمبر راح يغلق 45 يوم القانونية، راح يغلق 45 يوم القانونية. من المفروض مادام يقولوا انه كاين نصوص دستورية، مش تقول النصوص الدستورية، المادة 102 تاع الدستور اللي مازال ساري المفعول، لأنه دستور 1 نوفمبر اللي داروه ما مضاش عليه الرئيس، مازال ما دخلش حيز التنفيذ، وبالتالي رانا نخدمه بالدستور القديم تاع بوتفليقة.
تاع 2016 الدستور هذا واش يقول في المادة 102 يقول لك لما رئيس الجمهورية بسبب مرض خطير أو مزمن يوجد روحه في حالة عدم تمكنه التام من ممارسة وظائفه يجتمع المجلس الدستوري ويشوف سمعت بكل الطرق القانونية باش يخبر البرلمان عن حالة الشغور. المجلس الدستوري الحالي لم يجتمع ولم يعني يتصل لا بالبرلمان ولا بالشعب ولا بالطاقم الطبي للرئيس، لأنه في المادة 102 في دستور 2020 ولات مادة 94 وتقول أنه رئيس الجمهورية في حالة مرض خطير ويعني مرض يدوم ويوجد روحه غير قادر على أداء وظائفه المجلس الدستوري يجتمع دو بلان دروا بكل حق ويشوف الواقع بكل وسائل بس يعلن عن حالة شغور منصب رئيس الجمهورية ويخبر البرلمان على حالة الشغور هذا. وهذا المادة 94 تضيف أنه المجلس الدستوري في حالة المرض وحتى باش ما نعاودوش نكرروا حكاية بوتفليقة سمعت اللي بقى يحكم في البلاد من 2013 من 27 أبريل 2013 إلى غاية 2019 وهو غير قادر على ممارسة وظائفه. يقول المادة 94 يعني الدعم وجه في المادة 102 يقول أنه المجلس الدستوري يعلن يعني يجتمع بدون أجل ما يستناش sans délai de plein droit et sans délai يعني بدون أجل سمعت في حالة إن كان مرض خطير ويعلن عن شغور المنصب. والمجلس الدستوري من واجبه مش من حقه من واجبه أنه يتصل بالطاقم الطبي للرئيس باش يعطيه المعلومات اللازمة حول الوضع الصحي للرئيس، والمعلومات هذه ما هي سرية ما تكون سرية تعلن. يعني أنه المجلس الدستوري لما الطاقم الطبي يمد له هذه المعلومات عليه بالإفصاح عنها أنه يخبر عليها. النصوص بينة وواضحة. يبقى اليوم هل يعتبر مرض كوفيد ماهوش مرض خطير؟ هل يعتبر غياب رئيس الجمهورية عن البلد دابور أو غايب عن البلاد طول
ماهوش قال في الجزائر ويتصلوا بيه، لا هو احمر وقادر يتصل بيه. وفي الحاله اللي راهو فيها ما كاش تليفون، ما يقدرش يهضر معاه بالتليفون ولا، لان الراجل في وضع جد خطير. هل الفتره هذه كامله يعني 5 اسابيع غير كافيه للمجلس الدستوري باش يتقلق ويبحث ويشوف اذا هذا الرئيس راهو مريض ولا لا، اذا هذا الرئيس قادر يمارس مهام ديالو ولا لا، اذا هذا الرئيس قادر من بعد 45 يوم قادر يمارس المهام ديالو ولا لا. كل هذه الاسئله لم تطرح، والمجلس الدستوري غائب كما راهو غايب الرئيس، لا حياة لمن تنادي. شكون اللي يمنع المجلس الدستوري باش يجتمع؟ شكون اللي يمنع المجلس الدستوري باش يتصل بالفريق الطبي تاع الرئيس ويسألوا على الوضع الصحي تاع الرئيس؟ شكون اللي يمنع المجلس الدستوري باش يعلن حالة شغور؟ شكون؟ من هي هذه القوى؟ لما كان بوتفليقة شفنا أنه كان غياب تام للدولة لما بوتفليقة مرض وداوه للفال دو غراس، واللي يرافقه في ذاك الوقت خوه، هو اللي يرافقه، لا وزير صحة ولا وزير خارجية ولا مدير أمن ولا سفير الجزائر في باريس ولا حتى واحد، كان خوه وكأن القضية قضية عائلية، ولا واحد من المسؤولين تاع الدولة تحرك وقال شقيق الرئيس سي محمد هذا راهو رئيس دولة، ما راهش خوه، ما راهوش فرد من عائلة ديالكم، هذا يمثل دولة، وبالتالي المرافقة تكون مرافقة الدولة. ولكن للأسف شفنا أنه كيفاش شقيق الرئيس اللي ما كان عنده حد منصب مسؤولية باستثناء منصب مستشار صار هو اللي يسيطر على الوضع، والكل منبطح وينفذ أوامر رجل ما عنده حتى مهمة رسمية. هذا كنا لاحظناه ذاك الوقت وتكلمنا عليه، وللأسف نفس السيناريو يتكرر اليوم. إذا في 2013 كان شقيق الرئيس، اليوم شكون مع الرئيس؟ شكون اللي راهو مرافقه؟ وشكون اللي راهو في اتصال معاه؟ وشكون اللي راهو مانع المجلس الدستوري باش يقوم بالدور ديالو؟ نقطة استفهام كبيرة. يعني اليوم الدولة تزيد تبين بلي راهي ماشية في تسير من طرف أيادي خفية. أكبر جريمة ترتكب في حق الجزائر أكثر من اللي خذوا لها الدراهم، أكثر من اللي داروا الفساد، أكثر من هو أنهم يتركوا البلاد، يخليوا البلاد تسير من طرف أيادي خفية. هذا هو الخطر الكبير، وهذه الجريمة الكبيرة، هو أنه كي الناس تمنع تسيير الدولة ب النصوص الدستورية، تمنع
تمنع تطبيق النصوص الدستورية، تمنع تطبيق القانون الأساسي للبلاد. هذه أكبر جريمة، لأنك راك جعلت من دولة كاملة جعلتها شيء ما عنده حتى معنى. مراد مدلسي بالعيز نوح، كل هذوما اللي كانوا سوا وزارة عدل أو كانوا رأسوا المجلس الدستوري، اليوم دخلوا مزبلة التاريخ، لأنه ولا واحد فيهم جرأ وقال نطبقوا القانون، نطبقوا الدستور. اليوم نفس الشيء بالنسبة للمجلس الدستوري، لأنه إذا كان هذا أعضاء المجلس ورئيس المجلس الدستوري حابين يخدموا التبون وحابين يخدموا القوى الخفية، لأن هذو الناس خدامين تاع القوى الخفية وخدامين رجال ما يخدموش البلاد وما يعرفوش مصلحة البلاد، إذا حابين يخدموهم يخرجوهم من الورطة اللي راهي فيها اليوم البلاد، إذا حابين يخدموا وينبطحوا لهم ويقدموا خدمة لسيادهم ماشي للجزائر، يخرجوهم من الورطة اللي أراهم قاعدين يغرقوا فيهم. هل ترى تبون حاب يوجد روحه في نفس الوضع اللي وجد روحه فيه بوتفليقة بعد ما دخل المستشفى الباندو غراس ومدة 7 سنوات؟ هل ترى مدى به يكون في هذا الوضع تبون؟ ما نظنش. القوى الخفية اللي راهي تسير في البلاد وفارضة روحها على البلاد، ما على بالهاش باللي بقدر ما راهي ساكتة على الوضع، بقدر ما راهي ضربة النحو مخلية الأمور تتأزم، لأن الأمور راهي تتأزم. هل القوى الخفية ماهيش واعية باللي راهي مدية البلاد الحيط، راهي داخلة في حيط بالبلاد، وهذا أعضاء المجلس الدستوري ورئيس المجلس الدستوري اللي زعما ناس قانونيين، لأنه هذوك اللي راهم يسيروا وراء الستار ما همش قانونيين، عسكر ما عندهم حتى مستوى، ماشي بن علي بن علي اللي قادر يخمم في القوانين ويخمم في الدستور يخمم، ماشي شنقريحة وماشي غيره من جنرالات اللي راهم متقاسمين السلطة، كل واحد مدي جزء ليه بالسلطة. من المفروض هاد أولاء القانونيين تاع المجلس الدستوري وهذا رئيس المجلس الدستوري، حتى وإن كانوا ما عندهمش شخصية، حتى وإن كانوا ما عندهمش يعني ربع غرام تاع شجاعة، على الأقل يجيبوها من باب الشيطة، يجيبوها من باب الشيطة، يشيطوا لسيادهم يقولوا لهم شوفوا الحالة راهي تزاقات، ها هو شي لازم نديرو، يدبروا عليهم من باب الشيطة، ماشي من باب الشجاعة ولا من باب حب الوطن أو احتراما للشعب أو احتراما للجزائر، من باب الشيطة والانبطاح ديالهم يروحوا يدبروا على سيادهم، يقولهم يا ولدي ليل ما يلزمش خل الأمور تزيد تتأزم، لأن الحالة راهي متأزمة اليوم، البلاد راهي جامدة، راهي مجمدة، كلش راهو مجمد فيها، قادرين نعاودو نعيشو نفس سيناريو بوتفليقة. وبالتالي حكاية الجزائر الجديدة اللي كانوا يتكلمون عليها هذه أيامات ظهرت أنها أكذوبة، وقلنا دائما راهي أكذوبة، ما تقدرش تخلق جزائر جديدة بنفس رجالات نظام فاسد، بنفس رجالات نظام هش، بنفس رجال نظام اللي ما كانش واحد فيهم عنده كفاءة وعنده جرأة
وعنده قدرة على قول كلمة حق لصالح الجزائر. درش تبني جزائر جديدة بيهم، ما تبنيش جزائر جديدة بلي فيو كاركار هذوما، ناس اللي همهم مصالحهم الشخصية. نقول كلام هذا ماشي من باب النقد، نقول كلام هذا من باب أني أقرأ ماذا يحدث في الجزائر. هذا هو الوضع، هذا هو الواقع، من باب الواقع، هذا هو الواقع اللي نعيشه فيه. بلاد مجمدة، بلاد متأزمة، بلاد رايحة داخلة في حيط، ولا واحد من اللي يدعي أنهم مسؤولين في البلاد واللي فرضين وباسطين نفوذهم على البلاد، ولا واحد قادر يتجرأ يقول استنى واش راهو المشكل، راهو العيب اننا نعلن حالة شغور. الرئيس هذا خلاص انتهى، انتهى حكاية تبون، راهي انتهت يا ناس. 45 يوم نهار 30 نوفمبر القادم، من على أسبوع، يعني أنك ما تبقش الدستور. وش يكون هذا اللي تقعد سنتو دارو كيما بوتفليقة يسناو فيه وقتاش برك يحرك راسه؟ وش راح نرجعو الحكاية هذه؟ خصو الرجال في الجزائر هذا كله يدل على أنه اللي يوضعوه رئيس جمهورية ما هوش منتخب وما عندوش شرعية، تجيبوا عصابة باش تخدم مصالحها. هذا خير دليل على ذلك، أنه هذا عصابة جايبته باش تخدم مصالحها، مصالح الجزائر فوق كل شيء. والجزائر الجديدة ما تبناش بلي فيو كاركار تاع 90 سنة و 85 سنة و 80 سنة. الجزائر عندها شباب، عندها رجال وعندها نساء. الله يقدر الخير لبلادنا يا ناس، ادعيوا انه ربي يقدر الخير لبلادنا، لانه هذه العصابة اللي بقات خارج السجن ومسيطرة على الوضع رايحة موصلة البلاد الكارثة اللي ما تستاهلهاش. ودم الشهداء، دم الشهداء يحاسبهم كيما خرج في هذوك اللي راهم اليوم في الحباس، يخرج في هذو اليوم راهم مسيطرين ويدفعوا ثمن أكثر من اللي راهم يدفعوا فيه اللي راهم في الحباس. السلام عليكم.